قد يكون منطقيا وطبيعيا أن يخطف نجم من نجوم كرة القدم أضواء الكاميرات ويلفت إليه الأنظار بمهاراته وحركاته وأهدافه، أو ربما بتصدياته إذا كان حارس مرمى. أما أن يكون الحكم هو ذلك النجم فهو أمر نادر للغاية، ونحن اليوم أمام هذه الحالة الفريدة من نوعها، أمام حكم نجح أن يخطف الأضواء أينما حل أو ارتحل، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، والذي تضاهي شعبيته شعبية لاعبين كبار متألقين على مدار السنوات الأخيرة. يعد إبراهيم نور الدين واحدا من الحكام القلائل الذين نجحوا في فرض شخصيتهم وفرض أسلوبهم داخل المستطيل الأخضر، صاحب نظرة واثقة وقرارات جريئة قد تصل أحيانا إلى حد إثارة الجدل. بالنظر إلى إبراهيم نور الدين وكفاءته سنجد أنه من أوائل الحكام الذين وثقت بهم لجنة الحكام في إدارة مباريات القمة بعد غياب التحكيم المصري لسنوات عن إدارة لقاء الأهلي والزمالك، ولم تكن قمة عادية بل مباراة حاسمة تحدد مسار درع الدوري، فقد أدار نور الدين قمة الأهلي والزمالك في الدورة الرباعية بموسم 2013-2014 والتي حددت بشكل كبير بطل الدوري المصري، واحتسب العديد من القرارات الشجاعة أبرزها ركلة جزاء لصالح الزمالك أهدرها محمود فتح الله، ونجح في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان بسلام. وبجانب قراراته الشجاعة والجريئة اشتهر نور الدين بشخصيته الحاسمة المثيرة للجدل، سواء في طريقة احتسابه للأخطاء بحركات يد وجسد مختلفة وغير معتادة من الحكام المصريين، أو بسبب عدد من القرارات في مبارياته على مدار السنوات الماضية. ويبقى إبراهيم نور الدين واحدا من أقوى الحكام على الساحة، بل إن البعض يعتبره نمبر وان من حيث قوة الشخصية والجراءة التحكيمية. فمهما تبدلت الأحوال وتغيرت ألوان المنافسين يظل نور الدين كما هو، لا يتأثر ولا يتغير، ليبقى نجما متلألئا في سماء التحكيم المصري.